وسيار شنو علاقتك مع حليمه بولند؟ لا في واتساب. لا في واتساب. لا لا كله يقول لك في واتساب. في واتساب انتشر. لا في واتساب انتشر مع حليمه بولند. اول شيء خلنا اقول لك. قول في ملك طلع لقى الشعب كله مجنون. قال يا وزير شنو الشعب هذا اللي مر على سيكل اللي يقول اردف المخمر شعب كله مجنون. قال شنو انا احكمك على شعب مجنون؟ قال انا قايل لهم لا يشربون من النهر يصيرون مجانين. قال زين والحل وانا ملك. قال نروح انا وياك نشرب من النهر. قال ليش؟ قال لان من الجنون ان تكون عاقلا في دنيا المجانين. الله الله من الجنون ان تكون عاقلا في لازم تصير مجنون. لازم بس شنو علاقتك مع حليمه بولند؟ انت ما شربت من النهر. خليني اشرب في حكمه ثانيه. خليني اشرب من النهر. خلاص ما فهمت. لا بس علاقه انت شاعر ولا اعلاميه؟ هو فوتوشوب. فوتوشوب مركبين صورتي. ايه الاعلاميه الغديره حليمه بولند انسانه راقيه جوهرها راقي. انا استلمت وياها في الحفلات معد الحفلات ولذلك كان ويانا من قبل يعني اللقاءات. وحليمه يعني من ايام الشيخ جابر الله يرحمه قصايدي بالشيخ جابر كانت تنزلها ايام ما كانت برصة. بس المشكله ان العالم لما شافوني يعتقدون شاعر ولقى بنت مزيونه وعيونه وما عيونه عرفت. هذه كانت نظرتي عفويه ارتدي لك. لكن الثانيه الثانيه اللي كانت كذي لا كانت عناد لهم. قلت تبون ترند خلنا نعطيكم ترند غوي عرفت. هذه قصتي. لكن اوجه لها تحيه وهي من الناس ترى على فكره يعني دائما خاصه بالايام الوطنيه تاخذني وياها بالسناب علشان اني شنو انشر القصائد الوطنيه واغنيه اللي غنتها السادة قد وجه لها تحية سناء الخراز في العيد الوطني البيارك كله كف الأمير الله بلال هذه نبيها بعد شوي نبيها.